أنضغط على احترام هذا العهد، ولكن يبدو أنه فما إشكال، فما قوى سياسية أخرى لا تؤمن بهذا العهد ولا تريد أن تمضي عليه. كان في مناسبة سابقة يعني صارت يعني كذلك معناها بعض الاتفاقيات الأخلاقية حول احترام الحد الأدنى في تونس، ثم قوى سياسية ما أنضجت على هذا. أنا نقول أنه اليوم المشكلة ما هيش مشكلة قوانين، المشكلة يعني مشكلة تطبيق. أنتم تعرفوا والأستاذ يعرف أنه دولة مصر أمضت تقريبا على أغلب الاتفاقيات المتعلقة والبروتوكولات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، ولكنها كانت مجرد حبر على الورق. الدولة التونسية لا تطبق هذه الاتفاقيات، وآخرها معناها البروتوكول التكميلي المتعلق بمناهضة التعليم. أمضت عليه الدولة التونسية، ولكن للأسف اليوم قاعدين نشوف أنه التعليم مازال، أنه الاقتصاد مازال، وأنه العنف مازال، وأنه القمع مازال. وأنتم تعرفوا معناها شنو صار في 99، ولحد الآن يعني الدولة التونسية مازال ما أجابتش على شكون المتسبب في أحداث 99. ووعد بفتح تحقيق في هذا المجال، لكن ما مازال ما افضل حتى شيء. انا نقول اليوم انا المشكله ليش تكون قوميه، المشكله ان المجتمع المدني صحيح قوه اقتراع، وصحيح المجتمع المدني عنده بدائل ويحاول ان يقدم هذه البدائل والتصورات، ولكن المشكله اليوم هي مشكله يعني انسجام بين المجتمع المدني والسلطه السياسيه الحاكمه اليوم، يعني في مستوى تطبيق هذه العهود. يعني اليوم انا اتصور انه الحد الادنى المجتمع المدني هو أن يتحول إلى قوة احتجاج لفرض هذه الحقوق التي نعتبرها حقوق أساسية من حق الشعب التونسي، أنه يتمتع حقه في الشغل، حقه في الصحة، حقه في العمل، حقه في الكرامة، حقه في الحرية، حقه في الحياة. هذه كل حقوق أن نعتبرها حقوق أساسية، وأن الشعب التونسي يناضل من أجل افتكاكها ومن أجل دسترتها أصلا. هذا الحد الأدنى. مهم ياسر الكلام اللي كان فيه الأخ، وفي خصوص تطبيق القوانين الجانب الأول من سؤالك ودخلتك، هو من المفروض وأنه في المرحلة هذه أنه يكون الدستور اللي أحنا توه صدر كتاب، من المفروض أن ينصص على هذه الحقوق الأساسية بكل تفاصيلها، لأنها مهمة، لأنها يعني إذا كان احنا يكون عندنا قوانين ودستور خاصة ينصص على كل هذه الحقوق، احنا أخذنا الخطوة الأولى في الانتقال الديمقراطي. أساسي جدا وأنه يكون دستورنا معناها فيه كل معناها أجيال، معناها الجيل الأول حقوق السياسية، الحقوق السياسية وبعد والاجتماعية وتو الحقوق الاقتصادية الجيل الرابع. يلزم كل الحقوق اللي يعني موجودة في التراث الإنساني يلزم تكون موجودة في دستورنا. وهذا علاش جاء العهد هذا؟ احكي لي على هل أنه يتم تطبيق هل المواثيق اللي أمضت عليها تونس وإلا الدستور؟ نقول لك وأنه وقت اللي يبدأ عندنا قانون دستور يحمي حقوق الحريات، احنا نكون الضمانة في تطبيق هذا القانون. يعني وقت الكل التعذيب صحيح موجود، يلزم نقضوا على التعذيب بوسائل قانونية ووسائل يعني ضغط، اللي هي شكون اللي يقوم بها المجتمع المدني كيما كنت. لكن الوسائل القانونيه هذه يلزم تكون موجوده ومنصوص عليها في دستورنا، اللي هو راهو اعلى هرم القوانين. يعني القوانين الكل يلزم تكون مطابقه للدستور وما تكونش مخالفه للدستور، وهذا اساسي في دستورنا واساسي كذلك. وانه ناضلوا من اجل ان يكون هذا العهد مصاحب للدستور لنتفادى من بعد معناها انه الحاكم يدعي وانه لاول حق من الحقوق تاويل اخر، لازم يكون الحقوق هذه موجوده ومنصوص عليها بكل دقه. وقت وين معناها الحقوق هذه تخترق، فما وسائل باش نفرض على كل من يكون معناها حاكم في هالبلاد انه يطبقها ويطبقها وفقا لدستور البلاد. شكرا.